انتشار فيروس كورونا فرض على شركات التكنولوجيا وضع منتجاتها في خدمة الصحة للحد من انتشاره. التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لعبتا دوراً هاماً في مقاومة الفيروس والحد من انتشاره في العديد من دول العالم، كما لعبت الروبوتات دورها عبر استثمارها في عمليات التعقيم وفحص المرضى وتحضير وإيصال الطعام لهم. ولكن هل نجحت التكنولوجيا في احتواء جائحة كورونا؟ ولماذا لم تتنبأ بها لمساعدة الدول في تصدي لهذا الوباء وبشكل أفضل؟ الجواب مع ضيفتنا باستوديو صباح نغير، مهندسة المعلوماتية منار قسام. مثل ما تابعنا بالتقرير رح نحكي عن التكنولوجيا ومواجهة فيروس كورونا. بالبداية بدي رحب فيك المهندسة منار قسام، يسعد صباحك. صباح الخير سلمى. يسعد صباحك. رح نبدأ معك من السؤال يلي انطرح، هل قدرت التكنولوجيا انه هي فينا نقول فشلت بالتنبؤ بوباء فيروس كورونا المستجد؟ مثل ما بالعادة عودتنا التكنولوجيا كانت بتتنبأ بالمؤشرات اللي بتصير من زلازل، فيضانات، تغير بالمناخ، هل فشلت بأنه هي تكون موجودة بحيز التحذيري؟ هلأ بالإطار العام سلمى فيني أقول أنه لا، التكنولوجيا ما فشلت أنها تتنبأ، لأنه بسبب المعطيات والبيانات المسجلة للمرضى يلي أصيبوا بفيروس كورونا بأواخر عام 2019، تنبأ موقع هيلث ماب ومواقع طبية كندية بأنه في مرض مجهول الهوية عم يصيب الجهاز التنفسي للإنسان، أو حتى حددوا تماما أنه هذا منشأ هذا المرض هو من مدينة أوهان بالصين. بس كثير من القطاعات الصحية والسياسات بعض الدول ما أخذت هذا الموضوع على محمل عالي من الجدية لمجموعة من الأسباب، ممكن لأنه هذه المواقع عادة تأخذ معلوماتها من مواقع اجتماعية، من مواقع صحية حكومية منتشرة على الإنترنت، فما كان عندهم وثوقية كتير عالية بهاي المعلومات، أو لأنه اعتبروا انه هي البيانات حديثه نوعا ما، يعني ما بترتقي لانه ترتقي لانه نعتبر انه احنا مقبلين على شيء اسمه وباء بفيروس كورونا، او لانه ممكن يكون بعض الدول هي اخذت هالمعلومات على محمل من الجديه ولكن دخلت بشيء او استثمرتها بشيء اسمه حرب بيولوجيه. يمكن هيك معك استاذه منار، بس كمان ما فينا ننكر انه لولا التكنولوجيا يمكن ما قدرت الصين يمكن تتصدى لهيدا المرض او هي الجائحه، لانه هي جائحه قويه اجتاحت العالم بشكل كثير كبير، بس لولا التكنولوجيا مثل ما قلتي جمع المعلومات والبيانات ما قدرت تحد منا اليوم. خلينا نحكي التكنولوجيا اليوم شو قدمت للقطاع الصحي، وكيف ممكن فعلا هي تكون يمكن عوامل ايجابيه ومساعده، لانه عم نحن دائما نسلط الضوء على العوامل السلبيه للتكنولوجيا، لا، في الى بعض الفوائد لازم نسلط الضوء عليها. تماما نور. هلا بالحقيقه التكنولوجيا كانت عم تشتغل بالتوازي مع القطاع الصحي بمحاربه فيروس كورونا او انتشار فيروس كورونا. لنبلش مثل ما حكيتي من الصين، الصين هي اللي البلد اللي بلش منه انتشار الوباء. الصين لحالها اعتمدت بالاساس اول شيء على شبكات الاتصال الخليوي، كانت عم تشوف عم تعتمد على خدمه الجي بي اس تحديد الموقع الجغرافي للمرضى، يعني الاشخاص المصابين بالفيروس هن مع مين اجروا اتصالات، مع مين كانوا متواجدين بمنطقة جغرافية معينة، فقدرت تحدد أنه هي المنطقة ممكن تكون مؤهلة أنه في أشخاص انتقلت العدوى لهم. الصين لحالها استخدمت أكثر من 200 مليون كاميرا لحتى تراقب إذا الناس موجودين ضمن الحجر الصحي أم لا، استخدمت الطيارات بدون طيار لحتى تقيس درجة حرارة السكان عن بعد، استخدموا الروبوتات تمام الروبوتات بالمشافي لحتى توصل الأكل والدواء للمرضى المصابين بالفيروس، بالتالي حدت كثير من تداخل الطاقم الطبي مع الأشخاص أو التعرض لأنه أشخاص مصابين بفيروس كورونا. العالم كلياته اتجه لأنظمة الدفع الإلكتروني
لانه كلنا بنعرف انه التعاملات النقديه هي عامل كثير مهم بنقل فيروس كورونا. الكاميرات الحراريه اللي استخدمت بكل انحاء العالم حتى الدول العربيه استخدمت بالمولات بالمطارات، الكاميرات الحراريه بتشتغل بانظمه الاشعه تحت الحمراء بتقيس درجه حراره الشخص، حتى مو بس شخص لحاله، اذا كانوا مجموعه من الاشخاص موجودين ضمن تجمع فبتقيس اذا كانت درجه حرارتهم فوق ال 37 درجه مئويه فهي مؤشر لانه يكون الشخص هو مصاب بفيروس كورونا ام لا. اكيد يعني منار دائما نحن بنحكي عن التكنولوجيا ودورها بتسهيل حياه الانسان، الانترنت لعب كثير دور كبير خلال فيروس كورونا، ما رح نحكي عن الجانب السيء والاشاعات ونقل المعلومات المغلوطه، بدنا نحكي لاي درجه قدرت شبكه الانترنت انه هي تثبت كفاءه حتى هلا بهذا الوقت اللي نحن فيه بظل يعني خليني اقول انقطاع كثير من سبل التواصل الاجتماعي على ارض الواقع واستبدالا للانترنت. تماما سلمى، هلا كلياتنا شهدنا على انه صار في استهلاك كم هائل للانترنت لمنصات التواصل الاجتماعي من قبل الناس لانه كلنا موجودين بفتره الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، كان في مليارات عمليات الدخول والاكسس على شبكه الانترنت من حول العالم، كلياتنا لاحظنا انه شبكه الانترنت والبنيه التحتيه صمدت نوعا ما قدام هي المليارات العمليات الدخول لها. ما حدا مننا شكى بالبدايه ممكن نوعا ما شركات الانترنت واجهت شويه صعوبه انه هي قدام هذا الكم الهائل من استهلاك الانترنت، بس سرعان ما رجعت استدركت الموضوع حتى رجعت بميزات اضافيه بميزات جديده لفائده الاشخاص، خصوصا انه عندنا كم كبير من الموظفين صاروا موجودين اوفر انترنت عم بيشتغلوا اونلاين. المواقع عامة مثلا يوتيوب، بما انه الناس موجودة بالبيت واكثر شيء كانت عم تستهلك انه تفوت على يوتيوب تشوف فيديوهات، قدمت خدمة انه الفيديوهات تنعرض بدقة 480 بكسل ك باي ديفولت، يعني مع امكانية طبعا رفع المحتوى رفع الدقة. فيسبوك نفس الشيء، نتفليكس، امازون طرحت كثير من الكتب والموسوعات العلمية فور فري للناس، نحن كنا قبل الكورونا مضطرين ندفع مصاري لحتى نقدر نشتري هدول الكتب، طرحتهم بشكل فري للناس لحتى تقدر تدخل. صحيح، ويمكن الجانب الإيجابي للتكنولوجيا كان فيه له جوانب سلبية في خلال الجائحة الصحية والأزمة الصحية اللي ما زالت مستمرة لليوم، بس في من الجوانب الإيجابية قدرنا نوعا ما من خلال التكنولوجيا نستثمر القعدة بالبيت بأمور جميلة من خلال يعني فينا نقول كثير من الجمعيات وكثير من الفعاليات والنشاطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت. كمان مثل ما قلتي في كثير من الناس قدرت من خلال التكنولوجيا تكفي شغلها داخل البيت بحيث ما توقف. تماما نور، يعني التحدي الكبير كان قدام الموظفين اللي كلنا بنعرف بسبب الحجر المنزلي موجودين بالبيوت ولازم يؤدوا شغلهم عن طريق البيت. كم ماده بعت لك لسلمى عن طريق يعني من خلال البيت فيني اشتغل ماده وبعت لي اياها بحيث كمان مشان نختصر الوقت ونختصر فعلا التجمع الكبير لنا كموظفين يكون اعداد كبيره داخل نفس المكان. صحيح تماما، كانوا الموظفين عندهم تحدي كثير كبير انه انا بدي استخدم هلا الانترنت والابلكيشن المتاحه لإلي واتعلم عليها بسرعه وتكون سهله بالنسبه لي حتى ادي عملي بشكل كثير منيح، بنفس الوقت كان في تحدي قدام المؤسسات العمل انه هي صارت هلا مضطره تنقل كل شغلها اوفر انترنت على الانترنت ليقدروا الموظفين يكملوا شغلهم. ما ننسى طبعا القطاع التعليمي، القطاع التعليمي كان كثير مهم بكل انحاء العالم منهم سوريا، كانوا الطلاب مضطرين يقعدوا بالبيت ولكن لازم يتابعوا المسيره التعليميه. صحيح. هلا بما يخص التعليم تفاوت الموضوع حسب كل بلد، يعني حسب اذا المؤسسه التعليميه حسب البلد منهم راحوا باتجاه انه يستخدموا منصات التواصل الاجتماعي كوسيله تواصل مع بين الطلاب والاساتذه، منهم استخدموا انهم يعملوا الدروس كملفات بي دي اف ويبعتوها عن طريق الواتساب، منهم استخدموا انهم تنتشر الفيديو الدروس على طريق اليوتيوب قنوات. صح. اليوتيوب مثل بسوريا، منهم راح لا اعتمد اكثر على القطاع التعليمي على المدارس اللي هي اوريدي عندها مواقع بتخدم عمليه التعليم الالكتروني. هون بس بدي اقول شغلي انه نحن صار لازم نخطي خطوات مهمه كثير وخطوات جباره
باتجاه أكيد. التعليم الإلكتروني، لأنه لازم التعليم قبل كورونا مختلف تماما عن التعليم ما بعد كورونا. أكيد يمكن هذا الحديث بطول وبنرجع نحكي أكثر بتفاصيل، وحتى يمكن ندخل بمعدات تكنولوجية ظهرت خلال هذه الفترة. بدنا نتشكر مهندسة المعلوماتية منار قسام، شكرا لك على وجودك. شكرا لك. شكرا لك منار، وكنا سعيدين بوجودك معنا. شكرا كثير لك.